طيب انا عاوز اخد بقى الموضوع في زاويه سياسه دوليه ومناقشات حصلت في لجنه العلاقات الخارجيه اللي انا عضو فيها حوالين سياسات مصر في الفتره الاخيره. الغاء حاله الطوارئ انعكاس للسياسه الناجحه للدوله المصريه في الخمس سنين اللي فاتوا. ازاي؟ مش احنا كان في دول بتنفق على واجهات اعلاميه لمحاربه مصر؟ أوه. ومش كان في دول طبعا وحضرتك دقت يعني من الموضوع دوت ها ولانك كنت بتواجه الجماعه الارهابيه بقوه ومش كان في دول بتدير مخططات ضد مصر اللي بينفق واللي بيحرك ارهابيين واللي بيدير من فوق لكن اللي حصل في السنين اللي فاتت ان هذه الدول اصبحت تعلم ان مصر اصبحت دوله قويه وابتدوا يقفلوا على الارهابيين وابتدوا حتى يخلوا محمد نصر والاشكال ديت يقفلوا صفحات الفيسبوك واليوتيوب شوف الاذلال والارهابيين ما بقاش يلاقوا ممولين زي الاول لان مصر ابتدت تروح ايه تركيا خد بالك الغاز فلان فمصر ابتدت تفرض نفوذها على منطقه الشرق الاوسط ابتدت ونجحت نجحت في ان هي تعود ريادتها للمنطقه العربيه والمنطقه الافريقيه وايضا قوتها العالميه في مجلس الامن وفي دول مختلفه. هذا النجاح في السياسه الدوليه هو احد اسباب رفع حاله الطوارئ. اصبحت مصر قادره ان تكون غير تابعه. هي دوله قويه. ان تمتلك جيش هو رقم 13 على العالم. ان تمتلك قوه امنيه تستطيع من خلالها توقد اي بؤر ارهابيه. بحكم السياسة وعلاقتها بالمنظمات الدولية والمؤسسات الدولية الحكومية المنظمات الدولية الحكومية وبالدول النهاردة بايدن كلم الرئيس مرتين في أسبوع واحد عشان قوة ونفوذ مصر في غزة قوة مصر في السياسة الدولية هو الذي ساعد في أن يأخذ الرئيس هذا القرار إذن قرار رفع حالة الطوارئ هو مش بس رفع حالة الطوارئ لا ده انعكاس لنجاح سياسة دولية ده انعكاس لنجاح مصر في الداخل على المستوى الأمني والاقتصادي والسياسي هو انعكاس ان الأحزاب السياسية والقوى المدنية والديمقراطية أصبحت في تحالف أنا بأصر عليه هو تحالف 30 يونيو نحن أنا مش حزب معارض لكن أنا حزب معارض لسياسات ممكن احط بديل لكن لست معارض لرئيس او لحكومه بالمعنى المطلق لكن انا مع رئيس الجمهوريه ومع الحكومه المصريه في ان هي تنجح في مشروعها هو حد فينا في احزابنا يكره العاصمه الاداريه والعالمين والنهوض في المليون ونص فدان ومشروعات الطرق وغيره وغيره ومكافحه الارهاب لا طبعا اذا نحن اصبحنا لحمه واحده في تنمية بلدنا فمبقاش في ضرورة لحالة الطوارئ خلاص طيب. بقينا جبهة واحدة